يا ابو عرفة، هذه هي الحالة. شاهدوا ما تبارك الله كراك يدير، ها انتوما هابط الواد، ولكن الواد راه حامل تبارك الله جايب واحد الحملة كتقالب، ولهذا راه هبط باش نصور لكم تبارك الله. هذا الواد هذا ها هو اللي في الدخلة ديال مدينة ابو عرفة، راه تبارك الله الخير يا الخير. وباباباباباب اللهم لك الحمد. شاهدوا معنا المياه تبارك الله كي راه كدير، شاهدوا معنا الواد كي راه يتقلب تبارك الله. انتوما هذه مدينة ابو عرفة، اصبح الجمعة سيدي اللي هي اليوم 23 في الشهر. عبد الكريم طريف مع قناة يوتيوب كيصوركم دائما الجديد على مدينة ابو عرفة، ولكن هذا النهار نصور لكم المياه تبارك الله كي راه دير تقلب. تحياتي تبارك الله معك عليكم. المهم هذه اللقطه غادي نشدوها لكم هنا، وغادي نعاود نشدو لكم الواد من التحت، ولكن تشوفوا الواد من الفوق راه يدير تبارك الله. المياه كتقالب، ولكن حاليا واحد الملاحظه اخواني الكرام، لانها هو الواد كيزيدها كيوصل لي رجليا، ها شفتوا كيوصل لي الرجلين ديالي الماء، ولكن لهذا خوتي تبارك الله عليكم نهاركم مبروك، حياكم الله. غادي نوليو بكم لمدينة ابو عرفة باش نشدو لكم جوانب اخرى. كما قلنا لكم غادي نشدو لكم اللقطات من الفوق ديال الماء. احنا دابا في القنطرة، شاهدوا تبارك الله المياه كيفاش دايره مع كاين بعض الظلام اللي ما يخليكش تصور مزيان، ولكن رغم ذلك راكم كتشاهدوا، شوفوا القنطرة كي كيضرب فيها الماء لتحت، ولكن ما بايناش لان مع راكم كتعرفوا، ولكن الخير ديال الماء تبارك الله. تابعوا معنا غادي نشدو لكم الجهة الاخرى. هنا سيدي حتى السيارة مع الليل ما كتبانش لان الظلام داميس، ولكن احنا نشدو لكم عاود هذا الجانب الاخر. شوفوا تبارك الله، سمعوا الخرير ديال المياه تبارك الله عليكم. كاين واحد السيارة اخرى راها جاية فايتة، هاهي هذيك، لان علاش راها الدور مع التوار. تحياتي تبارك الله عليكم. هانية هنا تبارك الله. هنا واش غادي نقول لكم، كيتشدكم الماء، ولكن حاولنا نشد لكم هذا المقطع الاخر، ولكن غلب علينا الظلام. المهم حاليا رحنا كنصوركم في هذه الجهه الاخرى، غادي نشد لكم الجانب التحتاني السفلي. تبارك الله هذا الواد راه حمل اللي هو واد وعرفة معروف. هنا راه غادي تشد لكم المشاهد ديال الماء تبارك الله. شوفوا تحياتي وتحيات قناة طريف تي في، ونتمنى لكم الخير والفرح والسعادة. فضل مبارك سعيد، ويكم يومكم مبارك سعيد، جمعة مباركة، حياكم الله ورعاكم. تحياتي. هنا شوفوا شحال السرعة ديال المياه تبارك الله اللي خارجة منا، والسرعة ديال المياه تبارك الله. تحياتي وإلى اللقاء.